أنا أجيب صحابي غينا أسمك ما كنا أسمك أنا او حش. أنا أصلا او أقسم لك بالله أخوك مني أنا درت معاها مشيت قلت ليه واخا لي راه صافي لي واخا ولا كيجيب صحابو بالليل كيمارسو معايا ماشي غير واحد جوج دقة. او واش هو كان تيجيبهم غير باش يشد عليك الفلوس ولا باش يبقى يتفرج ولا علاش يجيب لك صحابه؟ كيبقى يتفرج. او دابا قالي اصلا حاجتي انا حاج صحابي هي صحابي كنشارك معاهم كلشي. دابا هو تيجيب صحابه باش نفهمه، هو تيجيب صحابه واحد ولا جوج وتيكونوا معاك بجوج، هو تيبقى غير تيبقى يتفرج باش يبقى يتفرج فيك بين اصحابو. مش صورني مع صاحبه في الفراش وقال لهم را خانتي خاتني مع صاحبي وانا ما بيدي ما نقول. مرحبا اميمه، تفضلي خودي وقتك، عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك قبل ما تعاودنا. اميمه يلا كلشي برك على الجيم، كلشي يدير بارطاجي، واللي ما مشاركش شارك، ولا درتي هادشي كامل درت لي كومونتير فيه تمت العمل بنجاح. تفضلي اميمه عاودي داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك. انا دريه بسيطه كبرت من عائله يعني بسيطه بزاف، كتكون من اب والام والاخوه، وانا الكبيره في دارنا. حسيت الطفوله ديالي في الصغر ديالي مزيانه، بديت كنكبر وبديت كناخد شي نقودات من عند ماما. شنو تاخدي؟ الوالده ديالي خرجتني من المدرسه وانا صغيره من الابتدائي، كانت كتفضل خويا، كانت كتفضل خويا عليا انايا. ملي خرجت من المدرسه خرجت كنخدم، ملي كنخدم داكشي اللي كنصور فيه ما انا كتاخدو ليا صافي. بقيت بحال هكاك درت 17 عام، جا فيا واحد ولد الناس، هذاك ولد الناس تزوجنا، جا خطبني انا في الاول رفضت، قالت لي ماما لا غتزوجي بيه. اميمة اسمحي لي نقاطعك، تقدري تجلسي في شي بلاصه ما فيها الصداع الا كان ممكن، شي درجات اذا كان بامكانك باش نسمعوك مزيان. اوكي واخا واخا، حاولي تجلسي في شي بلاصه ما فيها الصداع. فهاد اللحظة كلشي يبرك على جيم، كلشي كتمشي دعوة للمهم تشوف لي كومونتير، وكلشي يدعي مع هاد الأمهات اللي معانا، واللي دعا مع هاد الأمهات الله يعطي المهم تشوف بالمثل، كلشي يدعي مع الأمهات ومعانا حتى حنا، اللي دعا معانا الله يعطيه بالمثل، دعوا معانا كاملين الله يعطيك بالمثل. كتسمعني مزيان؟ تنسمعك، غير ما يكونش حداك الصداع واقع، ما يكونش الناس واقيلا حداك ولا شي حاجة ياك. حيتاش انا مازال ما مشيت للدار، داكشي علاش انا باقا غير سمعت لي خدامه فيه. واخا واخا ماشي مشكل، نحاول نسمعوك اميمه تفضل. قلت لك انا درت 17 عام، جي فيا واحد ولد الناس، انا في الاول رفضت، ماما جات عنده قالت ليه سير شي ايامات ورجع بما فكرنا ونردو عليك. ماما مني مشى هو قالت لي علاش رفضتي، باغا تبقاي ما بقى يجلس لي هنا بلا زواج بلا والو. وي تقول لي قالت لي يا ماما صافي، قلت لها ماما شوفي ديري اللي بان لك، تزوجنا يعني هذيك 3 شهور الاولى دازت مزيانه شويه، بدا كيطرح ليا وبدا كيقول لي شي حوايج اللي انا عقلي دابا باقي ما تقصرهمش. بحال شنو هاد الحوايج؟ كان كيقول لي غنجيب صحابي غينا سمك كما كنا سمك انا، انا اصلا او اقسم لك بالله خويا بدر انا دابا حاليا اللحم ما حاملاش. او كان كيجيب صحابو يمارسو معايا، حيت قال ليا انت شوف اميمه على ما قالت لي النظمين، قالت لي محتاجه تعاودي، شوف خودي وقتك عاودي بالتفصيل من الاول، شو ما تزربي لها في هضرتك، خرجي كاع داكشي اللي دارك. انا قالت لي النظمين محتاجه تعاودي، واخا نجلسوا معاك حتى نهار كامل وحنا تنسمعوك، خودي وقتك كامل من اول مره كيفاش رفضتي، عاودي من الاول. رفضت
مني رفضت وم بدا كيضربني كيضربني كيسلخني كيخشي الناس لدرجة انه كواني في فخذي وانا في فخذي كامل صافي. واحد شويه جات شاف مني قلت ليه مني بغيت يدير معايا شي تلخني هي ما عمرني هذاك الطلق عمرك ما توصليني انا درجة ان دارنا ما قدر نقول لهم حتى حاجه صافي. شفت هي شفت ليها ملي قلت لماما قلت ليها ماما راه هو كيطلب مني شي حوايج ما ماشي هما دوك اش قول لي ماما قلت لي رضات راجلك ما رضاش والديك ولكن ماشي ما في معصيه الخالق اها ولكن انا ما قلتش ليه شنو كاين اش قول لي ماما ما رضات راجلك ما رضاش والديك مني انا درت معاها ماشي قلتش ليه واخا لي راه صافي كلي واخا ولا كيجيب صحابو بالليل كيمارسو معايا ماشي غير واحد جوج دقة او قسمي بالله بان كل كلمه تقوليها بلي بالصحة اقسم ولك بالله العظيم وشحال كانت في عمرك انتي كانت عندي 19 عام ديك الساعة طلبت 15 عام او وشنو هو دابا باش اخوي تفضلي كلشي دير جمع باش ما يحبش علاش قلت لك انا اخو اها علاش قلت لك بدر انا الحليمة ما حاملاش هاد الساعه هادي درج انني انا فاش المره الاولى دار معايا هادشي انتحرت شربت الدواء ديال الفار نزوني لاجونس في الليل طولي المعده انا كنبكي كنقول لهم علاش شخشوني فاش شخش قد راسي نعسه في السبيطار قلت لهم علاش شخشوني ديك الساعه خلوني انا نموت قالت لي الطبيب قالت لي ديك الفيغميه قالت لي انا تقوليش بحال هكا قالت لي ما تقوليش بحال هكا ليها انا لا تشوف انت لا تشوفي العذاب اللي كندوز فيه يوميا في الدار وداك الشيء اللي كيدوز عليا مني قلبت قلبت الحميه وداك الشيء لقاش مضروب باش تقول لها ماما تقول لماما قالت لها من الحمام مضروب قالت لها راه خاصني نعيط لوليد قالت لها لا قالت لها غير روح النهار خاص مشي ورا راجلها وتعصب وضربها صافي دازت كيك بلاتي واش هو واش هو واش هو كان تيجيبو مي باش يشد عليك الفلوس ولا باش يبقى يتفرج ولا علاش يجيب لك صحابه يبقى يتفرج كيبقى يتفرج او دابا ديري اصلا ديري اصلا حاج شي انا حاج صحابي دي صحابي كنشارك معاهم كلشي دابا هو تيجيب صحابه باش نفهمه هو تيجيب صحابه واحد ولا جوج و تيكونوا معاك بجوج هو تيبقى غير تيبقى يتفرج باش يبقى يتفرج فيك بان صحابو تيتعداو عليه يتفرج فيه كيتفرج فيك شاف واحد درج ان واحد النهار كويني في رجليا بالكار بقى كيكويني في الكار وفي رجليا شكون هذا هو كيتفرج صاحبه واو دازت اخويا تلتشهر على هاد الحاله هادي كلشي مورا ولات كنحس راسي مشي هاديك ملي شدرت التحاليل ديال الدم لقيت راسي حامله قال لي هادشي اللي تشيلي مني هادشي اللي ماشي لي ماشي مني درج انه وصل معايا حتى الوكيل الملك دعاني بالخيانه الزوجيه وانا ما قادت نقول لهم والو من داونا عند طبيب محلف داروا لي التحاليل ملي داروا لي التحاليل لقاو هذيك الدريه بنت وهو داونا عند طبيب محلف يعني القاضي اللي صيفطنا عنده ملي داروا لها التحاليل لقاو انها بنت صافي قال لي بالله قال لي انت زورتي التحاليل وهادي انت زورتي التحاليل انت بغيتي تلصقي فيا وهي ماشي بنتي ملي لدرجة ان الطبيب عاود تحليلها زوج مرات قالي الدرية بنتك دازت المدة تاني عند الوليد ديالو صافي مني صافي سالة وعرفني ولدت وداكشي داني عند الوليد ديالو تخيل معايا خويا بدر الوليد ديالو عمات نيجفاف خدامة
عندها في الدار الضرب والسبان، شفيقي مع الست صباح تسكي من البير، طيبي في الفرن ديال الأوروبية، وانتي بنت انتي بنت يعني بنت المدينة، ما عرفتش داكشي اللي كيدير في الأوروبية. تخيل معايا خويا بدر، اقسم لك بالله العظيم حتى الخبز كيعجنو وكيخبيو، كيحبسو عليك الماكلة كيحبسوها. حبسي عليك الماكلة أخويا بط. دازت المدة، جا العيد الكبير، جا العيد الكبير وجا هو نهار العيد الكبير، الناس معيدين وأنا واكلة العصا. عيطت مني، عيطت لدارنا، دويش معاهم، تأثرت وبديت كنبكي. قال لي أنت بديتي كتبكي بغيتي تقولي لداركم راه حنا مدوزين عليك العذاب، وهاد دوزين عليك العذاب، وداك الشيء ما عمرو غيكون لك. وهادي دي انا اول عيد دوزت بعد على بابا وماما، لانني انا توحشهم، يعني ما عمرني عيطت بلا بيهم. مثل وانت بغيتي تقول لي انا اللي بنقول لهم، انا كون بغيت نقول لهم شي حاجه، كون قلت لهم شحال هادي من نهار اللي جيت في يدي وليتي كتمشي بصحابك كيمارسوا معايا. صافي جا العيد كبير، تخيل معايا بالعيد كبير بنت دوزت اخويا بطل، وهاد الجمعة دوزت بخبز كارم والما، وتعيط لي ماما بنتي ما لقيت باش ردها، كتعيط لي ماما كتقولي لي واش اللي خاصك شي، تقول لا ماما انا خاصني وين مهالين فيا وين، ما باش ما نقولش ليها انهم كرفس عليا. احداثت المدة، دازت شي شهرين، واحد الدري صاحبو من هذوك اللي جا عندو، جا عند جنب اللي كان كي لا اللي كان جابو يمارس معايا. هذا الدري اصلا ما كانش باغي المره الاولى، هو مزز عليه. دازت شهرين جا عندي، جا كيقلب عليا فين ساكنه، قال لبابا، قال لي شوف، قال لي الا خليتي بنتك مع هذاك، قال لي عاول بنتك غتشي الخبر. قال لي هاك يدير ليها وهاك يدير ليها وهاك يدير لها. قال لي مال لي انا درت مع هذاك الشيء، وليش انا كنحلم باب الليل. قال لي صورته ما غاش هايدي قدامي. قال لي هذاك اللي خليتيه معايا اما غتخش الراسه ولا هو غيخشرو غيمشي لحد. عيط لي بابا، قال لي يا بابا راه كاين وكاين، راه قالوا لي وقالوا لي. انا فكرت قلت لي لا بابا ما كاين والو، هادي راه بغاو يكذبوا عليه، هو راه شخص مزيان فهمتي، باش ما نكرش لي صورته قدام الوالد ديالي. ملي جا بابا جيت انا مو صافي، قال لي قال لي تشي تعرفي، بقيت معاهم في الدارهم باش يتبدل ولا شي حاجه، ما كيتبدلش معايا نهائيا. كلاش جيت للدار شهرين شهرين، مشيت في الطلاق، طلاق شقيق. خويا بدر داني في خيانة الزوجية عاوتاني المرة الثانية، كان فاش مشيت دات طلاق شقيق طلقنا، ماشي طلق عاوتاني خويا بدر شداه مش صورني مع صاحبه في الفراش، وقال لهم راه خانتي خاتني مع صاحبي، وانا ما بيدي ما نقول. شديت شهرين اخويا بطل، شهرين في الحبس. واحد النهار جا واحد الشخص لي صاحبو نيت هذا نيت لي عقل، جا عند الوليد ديالو، جا عند الوليد قال لي هذيك البنت راه معمره دارت شي حاجه، هو اللي كان كيبزز عليها، وسمعوا لي زابير كاملين، سمع طام لي زابير كاملين، وخدك الدري مسكين مشى 5 شهور، مشى 5 سنين. صافي عفا عليا نائب الملك وخرجت. مش عرفتي شديتي كتفيها؟ شحال انت مشدوده؟
شهرين اخويا بدر، شهرين شهرين ونص. وين مشدود اخويا بدر؟ كلشي ترجع تسمعني اخويا بدر؟ تسمعك تسمعك اميمه تسمعك. شتي شهرين ملي جا صاحبو شات في المشهد وراهم لي زابيل وهاد وهذا قال لي الدريم عليها والو لعب براجلها ملي دار لها داكشي وهي ما كانت رافضه ليا بصفه نهائي انها يدوز عليها يدوز عليها. صاحبو شد 5 سنين وشد 7 سنين سبع سنين اخويا بطل وعايشي دابا العم ديالي عمشي عايش بابا من يسمعوا القضية ولو كيقولوا ولو كيقولوا لي بيع شي راسك رخيصة باش بيعي لحمك دارش انا بابا من يسمعها جا طونسيو مرض بالطونسيو بلا كوتش شو الناس كتقول لي ماما كتقول لي من هذا شفناك ما هو اللي تدي شي هما شابعيني في الكوارت شنو قلت لك من نهار من نهار تزاديتي وهي تابعه الكواريت امك هما شابعوا مامات نسولوك نوقف عفاك فهد شحال تقريبا من مره جاب لك من صحابه شحال من مره يكونوا بعد من مره انا حسبه شي 8 مرات ودابا ما هو ما تيتخلص ما ولات خاصو يكون معاك شي واحد هو يبدا يتفرج فيك بحال كيتفرج في فيلم في سينما عادي عنده عنده عادي دارش ان ماما قالت لي ناني تديشي هما شابعين في المشاكل عمرنا شفنا معاك النهار مزيان صافي انا هزيت بنتي وطلعت لواحد المدينه سكنت فيها دارش ان عمي شافني ساكنه في هذيك الدار اللي كاريه فيها وش عند مولا الدار قال لي شاد الدار اللي ديالك دار شريفه وهذه اللي سكنتي عندك ترجعها دار الطهاره أترجع لك دار الطهارة دارش أنني فكرت مرة تانية نصاح وشعر شخص مرة عوشين كان واحد لحد المرة السيدة ساكنة معانا عنده واحد فيني دي الناس شربت 28 حبة في دقة واحدة 3 أيام وأنا نعس في كوم تشيام وانا ناسف كملي لها اميمه جا جاش عندي ماما بابا كيبكي جا عندي اخوان عافاكم راه توقف اللايف عافاك تسينيالا عافاكم فهاد الهضره تسينيالا ما عرفتش توقف عندكم حتى نتوما عافاكم كلشي يبارك على قليل كلشي دير بارطاجي قليب وبارطاجي ما عرفتش واش تسمعوني ولا ما تسمعونيش الا كنتي تسمعني كلشي يكتب لي 5 5 عافاكم كلشي يبارك على بارطاجي عافاك كلشي يبارك على بارطاجي وقليب لان تسيني على اللايف ما عرفتش علاش تسيني انا اش وقفني عند شي حال ناخذ قرايه الماء اخوان عافاكم كلشي دير بارطاجي كلشي يبارك عافاك كلشي بقى يكتب لي كومونتير 10 دي كومونتير واش تبقى كتشوف حتى نتوما يا خوان حتى نتوما توقف لكم اللايف ياك واش واش خدام طيب زام بلوك ياك اللايف بلوك الخوت يا خوان تسمعوني الا كنتو تسمعوني
الاخوان تسمعوني؟ الاخوان صافي رجع اللايف عافاكم كلشي بقى يبرك على قليل باش ما يوقفش اللايف عافاكم قليبوا بارطاجي. سمحي لي قطعتك اميمه. ماشي مشكلة اخويا. اه كملي لي اميمه. اميمه. نعم اخويا. عربي تنسمعك تنسمعك اختي. اها صافي جا عند عمي جا عند مولا الدار قال لي ها الدرين سكنة عندك البنت ديالها اول حاجة راه من الحرام ماشي ما عندهاش خواها معروف قال لي ها قال لها الدار ديالك ترجع لدار الدعارة مشيت انا اختي طلعت عند واحد السيدة سكنة فوق مني باش نشوفها وداكشي جيت ليها الدو ديالها كتشرب هي وحدو باش كتنعس في الليل كتشرب هي نص حبة انا شربت 28 حبة هزوني ليرجونس تلت ايام اخويا بادر وانا نعس تلت ايام دابا انا نسيت بنتي عاوتاني وتحولت لمدينة اخرى بعيدة على دارنا بيت على الناس كاملين غير باش ما نبقاش نسمع هاد الهضرة ديال أن كاين شي والدة بنت من الزنقة ولا شي بنت الزنقة باش ما نبقاش نسمع هاد الهضرة دابا حاليا راك عايشة في شي بلاصة أخرى ما ساكناش مع دار دابا عامين عامين ونص ما شفتش دارنا مابقيتش باغي تعاودي تشوفيهم صراحة خويا بدر لا حيت علاش شتو غنعاود نفكر في الموت وغنعاود نفكر في النشا شنو تديري في حياتك دابا خدامة علاش ميناج